السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أرحب فيكم في قناتي، معكم بنان. اليوم الفيديو حيكون عن المذكرات والأجندة. أخيرا خبر سعيد، خلصت التاتينج دويلي وعملت له عملية الفرد. طبعا عملية الفرد أنا صورتها وسويتها فيديو، بس ما حنزلها دحين، لما يجي وقتها حنزلها عشان تشوفوا كيف طريقة الفرد. طبعا انتوا تفتكروا كيف كان شكل الدويلي اللي هو المفرش مكرمش ومش تمام، هذا هو شايفينه. نتيجته كانت جدا جميلة وجدا رائعة، وانا جدا فخورة فيه الصراحة. اعيد تاني المفرش من بترول مقدم من ريد هارت في كتاب Learn to Tat، اللي هو تعلم كيف تعلم التاتينج. المفرش بالنسبة لي هو المفترض كان يطلع 14 انش تقريبا، انا بالنسبة لي طلع بالضبط 17 انش، اللي هو 43 سنتيمتر مربع. هذه واحدة من المشاريع اللي الحمد لله خلصتها، وسعيدة جدا ان انا خلصتها، نتيجة رائعة جدا. استخدمت فيه خيط دي ام سي مقاس 30 ازرق مدرج، فعلا فعلا اتمنى انكم تتابعوا قناتي وتحاولوا انكم ايش تتعلموا معايا خطوة بخطوة، واكون معاكم باذن الله عشان نصير في النهاية تقدروا تعملوا حاجة زي هذه. هتحسوا بانجاز عظيم لما تخلصوها. تقريبا اخذ مني 30 يوم، بس بوقت مقطع، يعني يوم اشتغل يوم لا، يوم اشتغل ساعتين يوم اشتغل 6 ساعات، مش عارفة بالضبط قديش اخذ مني، بس يعني في المجمل من اول ما بدأت فيه لحد ما غلقته تقريبا شهر. خلينا نشيله على جنب. المشروع اللي بعده اللي هو كان مشروع برضو مفرش تاني، كان مكون من وحدات، كنت بدأت فيه وسويت السبع الوحدات اللي هنا، هي كانت 4 وحدات 4 اشكال، كل شكل تعمل منه 7 ما عدا شكل واحد تعمل منه 6. فانا كنت بادئة فيه، عملت 7 من هنا وعملت 6 خلصتها من هنا، وهذه 7 اللي من هنا الوحدات، وهذه بدأت فيها سويت 4 ويبقى لي كمان 3، لكن برضو للأسف خلص الخيط، فأنا مضطرة إن أنا أبدأ رحلة البحث عن الخيط مرة تانية. الخيط اللي استخدمته نيتشر كوتون من سوفت فيذر، هذا هو، فخلص علي. ما جاء على بالي إنه الوحدة هذه حتاخد خيط، لأنها كلها غرزة الفشار اللي هو البوب كورن ستيتش. فالباترون هو هذا، اسمه Hearts and Flowers Doily Table Runner من Make It Coats. كان المفترض انه انا استخدم خيط انكر وابرة مقاسها 1.5 ملليمتر، بس انا استخدمت خيط امتن شوية واستخدمت ابرة مقاسها 2.5. اوكي، الباترون احلى شيء ما فيه انه شارتس، رسوم، يعني حتى اللي ما يعرف انجليش ممكن يستخدم الرسوم هذه ويعملها. واللي حابة انه تتحصل على الباترون بالعربي، في الانستغرام في واحدة اسمها نور كروشيه، بتعمل زي ورش العمل، وصراحة شغلها نظيف ومتقن وتصويرها رائع جدا، ويخليكي كده تشتهي تشتغلي. انا مشيت معاها وحملت البترون بالانجليش، لان انا افضل النسخة الانجليزي، مو عشان شيء، عشان احب انا اطبع الشيء فيكون دائما تحت يدي الشغل. فاللي حابة ممكن تزور قناتها، واذا عندكم اي استفسار سألوني في اي وقت.
فححط هذا على جنب إن شاء الله لحد ما ألاقي بقية البترونات، عفوا الخيوط، ألاقي خيط وأشتري مرة تانية اللي يكفيني، يعني أحتاج بكرتين زيادة إن شاء الله بإذن الله. الآن اللي بادئة فيه اللي هو زي ما قلت سابقا، أنا كان الوالدة طلبت مني إني أنا أعمل مفرش زي هذا بس على كبير، يعني تقريبا 75 سنتي 80 سنتي في 120، يعني إنه يغطي الطاولات الطويلة اللي في وسط الغرفة. فقررت إن أنا أعملها هو بالرومان ليس، وبدأت بستخدم خيوط دي إم سي مقاس 10. طبعا أول ما ببدأ أعمل هذا الكورد اللي هنا حيكون، اللي هو اللي زي الحبل متين. طبعا هستخدم اسلوب الرومان، الليسير الروماني او الرومان ليس، هذا هو شكل الكورد لما يبدا يتسوى. طبعا هتعمليه بابره كروشيه، انا بستخدم ابره مقاسها 1 ملي. خلاص بس عشان اوريكي، طبعا الشغل متعب. هبدأ أشتغل حبتين هنا أو غرزتين هنا، وبعدين طبعا هو المفروض إنه أنتي خلصتي آخر غرزة بدي الطريقة تقومي تلفي الشغل بدي الطريقة، ودائما تلفي الشغل من اليمين لليسار أو باتجاه عقارب الساعة، وتفضلي يعني مستمرة على هذا الشيء ما تغيري أبدا. وهنا هتلاقي خيطين بالعرض جاية، هتدخل الإبرة من تحتها أو الصنارة، تسحب الخيط، بس لما تيجي تسحبيه ما تسحبيه من تحط الإبرة من تحت الخيط، هتحط الإبرة من فوق الخيط وتسحبي بدي الطريقة. خلاص بعدين ترجع تحط الإبرة من تحت الخيط، يعني أول شيء من فوق بعدين من تحت، وترجع تعملي مرة تانية روتيشن أو تدوير للعمل، وحتدخلي الإبرة من تحت. خليني أوضح لكم، هتدخل الإبرة من تحت الخيطين، تسحبي الخيط من فوق ومن تحت، هيتكون معاكي حبل أو كورد الأمامي زي الخلفي بالضبط. هتلاقي فيه خطوط عرضية أو أفقية، وخطوط جاية من الجنب من هنا، لفات هي دي اللي هتشبكي فيها الخيوط في النهاية. فين؟ هنا لما تيجي تعملي شبكة زي هادي، هادي الخيوط هتشبكيها فين؟ هنا. طيب اللي حابب يعرف كيف يتعمل الكورد من البداية حوريكي، بس هستخدم خيط كبير. وعلى فكرة الكورد هذا كمان شفت ناس تستخدمه كمسكات للشنط، للسلال، عقودة، أساور، أي شيء. بستخدم خيط مقاسه متوسط، إبرة مقاس 4. هتبدأي بسلسلتين خلاص، وتدخلي الصنارة في السلسلة الثانية من الصنارة، وتسحب الخيط من فوق، يصير عندك لفتين، من تحت تدخليها من اللفتين هذه. الآن تلف العمل باتجاه عقارب الساعة دائما وأبدا. هتلاقي هنا عندك، شايفينه، خيط بالعرض كده جاي، هتدخل الصنارة فيه وتسحبي خيط من فوق، يصير عندك لفتين، ترجع تسحبي خيط من تحت تكمل الغرزة، ترجع تلفي. الآن من الآن وصاعدا هتلاحظي انه حيكون عندك بدل الخيط الواحد خيطين، تدخلي الصنارة من تحتهم، من فوق تسحبي خيط وتدخلي، من تحت تسحبي خيط وتدخلي. وتستمري خيطين
عشان الخيط شوية متين والإبرة شوية كبيرة، من فوق تسحب الخيط ومن تحت تسحب الخيط وتلفي، تدخلي تحت الخيطين، من فوق تسحب خيط ومن تحت تسحب خيط. من فوق ومن تحت تدخليها في الخيطين، هذا الخيط الأول وده الخيط الثاني، من فوق ومن تحت. بعد فترة حتبدأ تلاحظي انه عندك الكورد او الحبل بدأ يتكون، الحبل هذا متين جدا وما يتمط نهائيا، يعني مناسب جدا كمساكات او يد للشنط والسلال. طبعا زي ما انتم شايفين الفرق ما بين الحبلين، هذا كان بإبرة مقاس 1 مليمتر وده بإبرة مقاس 4 مليمتر، هذا الخيط رفيع خيط مقاس 10 وهذا خيط متين خيط وورستد أو متوسط السماكة يعتبر. أتمنى يكون واضح وسهل عندك كيف تعملي الكورد. ميزة الكورد على حسب اللي فهمته إنه عادة لما تقصي الكروشيه يبدأ ينفرط من ناحية واحدة فقط، لما تيجي تقصيها من الناحية التانية اللي بدأتي فيها ما حينفرط معاكي إلا من الناحية اللي بتنهي فيها الغرزة. ميزة الكورد إنه لو قصيتي قطعة كده وقطعة كده حيبدأ ينفرط من فوق ومن تحت، إلا إذا أخذت الخيط من وسط الغرز وربطتيه وخلاص ويبدأ يوقف مرة تانية. طبعا هذا إن شاء الله، طبعا أنا هحتاج أعمل من هذا خيط طويل جدا، يعني يمكن يجي 10 أمتار، فاضية ما عندي شيء نقعد نشتغل فيه. وبعدين اساسا ايش المفروض ان انا اعمل، اني انا اخذ الرسمه هذه رسمه المفرش وابدا اسوي زيها على ورق بس على مقاس اكبر مجال اكبر. فانا ايش حسوي، هعمل هذه الحافه داير ما يدور المقاس اللي انا ابغاه، بعد كده ابدا اسوي دي الحافه داير ما يدور المقاس اللي انا ابغاه. اوكي، بعدين ابدا اسوي هذه الشكل البيضاوي بالشكل الدائري، او احتمال اكمل الشكل البيضاوي كمان تكبير، بس اعمل الشكل الدائري ده الوردة ده اللي في النص، اعمل مثلا 3 منهم عشان تغطي لي المساحة، او 4 على حسب اللي اقدر او اشتغله او اللي احتاجه شغل اسويه. طيب هذا بالنسبة للي سير ان شاء الله. بعد كده ابدأ اثبت الكوردز على الورقة. طبعا في طريقتين، اما انت تخيطي خياطة ومعناته انه انت لازم تنقل الرسمة من الورق الى قماش عشان تخيطي فوقه، او انه انت تحطي الورقه على قطعه مخد، يعني اسفنج من التقيل مره زي الباطرمه العربي اذا تعرفوها اللي يقعدوا عليها، ممكن تجيب الظهر مثلا، وهذا اللي انا حسويه، حجيب ظهر باطرمه وحاثبت عليها الورق البترون، وابدا اثبت من غير خياطه، ابدا اثبت بالدبابيس فقط لا غير. انا شفت فيديوهات روسيه يسووا بدي الطريقه، وفيديوهات امريكيه يسووا بطريقه تثبيت بواسطه الخيط والابره، ف على حسب اشوف ايش الاسهل او ايش الاسرع وايش اللي متوفر عندي في ساعتها واقدر اسويه. ان شاء الله اول ما ابدا اخلص الحبال وابدا اسوي الباترون اجي اوريكم كيف طريقه التثبيت، يسموها بيستنج، اوريك كيف طريقه التثبيت وكيف تبداي تشتغلي الفيلينج اللي هي الغرز اللي تعبي بيها الاشكال هذه. حاجة من الحاجات اللي ساعدتني اليوم انه وصلت الطرود من امريكا اللي طلبتها من واصل عالمي. خليني اوريكم، هي انتقل للجهة الثانية من الغرفة، ومعليش اذا كانت الكاميرا حتبدأ تنهز لانه حفضل ماسك الكاميرا بايدي. اوكي، هنا الطرود، هي طبعا المفروض انه 4، هذا 1
وهذا 2 وهذا 3 وهذا الرابع. خليني أوريكي بس كده نظرة ما حاف أضجركم بيها. هذه واحدة طبعا الكرتون كبير. عزيزتي راوية تحمليني، حبدأ أشغلك بموضوع الكولتينج، بموضوع اللحف. اشتريت أشياء كتير تناسب اللحف. طبعا ولا غنى الخيوط، ما أقدر أوريكم كمية الخيوط الصراحة، كمية لا يستهان بها. أيوة اشتريت هذه الماكينة، ماكينة يدوية سنجر، أحتاجها كثير لأنه مرة صعب إن أنا كل مرة أقعد أطلع الماكينة حقتي على الطاولة وأشغلها وأشبكها. هذه تفيدني في أعمال التصليحات السريعة. هذه مقبض اللي يتمسك به المساطر الطويلة زي هذه. بعد كده هنا عندي مقصات ودبابيس وأشياء مختلفة. هذا الشيء الرائع جدا، وندر كليب، زي الكليبسات تمسك الأقمشة مع بعض، أسهل بكثير من الدبابيس. شايفين قديش الخيوط؟ الخيوط هذه أنا اشتريتهم لقصة وححكيكم هنا الآن، وإن شاء الله تشتركوا معايا في الموضوع ده. طيب نيجي للكرتون اللي بعده. الكرتون اللي بعده كان الباكيجينج حقه جميل جدا. الكرتون اللي بعده كان من سنو جوز ليس، طلبته عشان اشتري أشياء البوبن ليس. هذه طبعا كرتونة كبيرة، مو كرتون، خشب زي الخشب المضغوط، اللي ححط عليه البيلو أو المخدة اللي هشتغل عليها السنو البوبل ليس. وهذه المخدة بس طبعا ما هي مغلفة، تغليف جاء معاها قماش زي الفلين. اوكي هذه أدوات السنو، عفوا أدوات البوبل ليس، ما عارفة ليش بقول اسم الويب سايت. هذا بيت المخدة اللي حتغلفيه، جاء معاها تبع الدبابيس، جاء معاها البوبن ليس نفسها، البوبنز اللي هشتغل بيها طبعا ببانجلز بفصوص، انا طلبتها بدا الشكل. وفي معاها دبابيس، دبابيس رفيعة مرة. شايفين ستانلي ستيل طبعا. وجاء معاها احلى حاجة كمان، خيطين من خيوط ليزبث، بكرتين مقاس 10، لون بيربل ايريس، واللون الثاني بيربل ايريس دارك، دارك ولايت، غامق وفاتح. وجاء معاها بيكر اللي هو زي الدبوس، راس الدبوس اللي حيخرم لك البترونات. وجاء معاها كتيب لتعليم البوبل ليس، في بترونات. طيب خليني ازيح هذا الكرتون واشوف اللي بعد. الصندوق اللي بعده كان فيه شوية ورق اشتريته عليه تخفيض كان، و توين اللي هو الحبل، وشوية فصوص، وهذا فري ستوبر اللي هو اللي يوقف لك زي الغراء بس خاص بالأقمشة، يوقف لك التنسيل تبع الأقمشة. آخر واحد من جوان المكتبة. هذه طاولة كوي متنقلة صغيرة، تنحط على أي طاولة تستخدميها وتكوي فوقها بدون ما تخافي على الطاولة اللي تحتها. مرة تفيد في لما تبدأ تشتغلي في اللحوف وفي عموما في الخياطة. وأخذت
الماشينجرز قفازات خاصه في الفري موشن كولتينج، وكمان خيوط لازم. ايوه، وهذا نشا سائل بيست بريس، وهذه الخيوط. طبعا الخيوط كلها من ريد هارت، اخذتها لسبب ما. السبب اللي اخذت فيه خيوط ريد هارت كانت الاول، صح اول ما تشتريها تمسكيها تلاقي انها خشنه شويه، لكن طبعا بعد ما قرات مقالات كثير بيقول لك انه الريد هارت مع الغسيل تبدا تصير ناعمه جدا وبتعيش لفترات طويله لاكثر من 20 سنه عن تجارب كثير. هذا واحد. رقم اثنين، اشتركت في مجموعه وفي جروب في ريفرلي اسمه بلوك امانث ان 2015، بام كال يسموها، اللي هو بلوك ا مانث كروشيه الونج لسنة 2015. ايش الفكرة؟ انهم في كل شهر من الشهور بيشتغلوا ثلاثة بلوكات، بلوكات اللي هي وحدات حقت بطانية، خلاص، وتبدأ تشتغلي معاهم. الممتع في الموضوع انه انت بتشتغلي مع ناس وتشوفي هم ايش اشتغلوا، والالوان اللي استخدموها والخيوط اللي استخدموها والاخطاء اللي سووها ورجعوا صلحوها. في عندك ديسكشنز كتير، مناقشات كتير على الموضوع هذا. طبعا هم بدأوا من يناير، احنا خلاص ابريل، هم بدأوا من يناير. في يناير سووا ثلاثة وحدات، فبراير ثلاثة، مارش ثلاثة، وابريل ثلاثة، كده خلصوا 12 وحدة، وان شاء الله بألحقهم بإذن الله وحبدأ أشتغل معاهم. طبعا حيمشي الموضوع ده ألين ألين ديسمبر 2015، يعني عندك 12 شهر في كل شهر تسوي فيها 3 وحدات. وبيقول لك أنت الوحدات زي ما تبيها، تبي تشبكيها بطانية واحدة سويها، تبي تشبكيها بطانيتين سويها، تبي تعمليها مخدات سويها، تبي تعمليها في أشياء تانية سويها، زي ما تحبي. هو بس بيساعدك أو بأنه مجموعة يشتغلوا مع بعض. طبعا خليني اشوف ان شاء الله يطلع لي كم عدد الناس اللي مشتركين في الجروب هذا. اللي مشتركين في الجروب هذا 1711 شخص زي ما انتم شايفين. عفوا دخلت على الادمية هذه. وهنا طبعا حتلاقي الاوفر فيو اللي هو الصفحة العامة، بعدين discussion اللي هي صفحة المناقشات والمحادثات على البترون اللي بيصير، البيجز 10 صفحات عندك أساسية، كل ما احتجتي حاجة معينة في نفس الموضوع ده ترجعي لها أساسية، حطوها المدراء حقين الجروب هذا. بعدين عندك الممبرز اللي هم كل 1711 نفر اللي مشتركين، الاكتيفيتي أي شيء سووه هدول الممبرز، عجبهم حاجة، دخلوا شاركوا في شيء حتى في خارج الجروب، يطلع لك في الاكتيفيتي على اساس انه تشوفي كيف الناس اطلاعاتهم، ايش بيسووا ايش ما بيعملوا. بعد كده عندك البروجكتس، كل البروجكتس اللي الناس سووها الى الان في هذا الجروب، لو دخلتي عليه شوفي قد ايش، هذه كل البلوكات باشكالها. طبعا تقدري تحطي انه انت عجبك شيء، تقدري تردي على الناس، تقدري تتناقشي معاهم. الى الان في عندك 49 صفحه كلها مليانه زي هذه. طبعا انت اذا اشتغلتي وحطيتي صورتي وحطيتي، الناس اكيد حترد عليكي وتشوف انت ايش سويتي. وهذا اللي ابدا اسويه، ابدا اشتغل فيها، وان شاء الله حعجل نفسي في هذا الشهر ان انا احاول اعمل الوحدات اللي فاتتني. طبعا الوحدات تنقسم لقسمين، قسم مقاسه 6 انش، ال 6 انش اللي هو مقاسه، طبعا هذا شيء ستاندرد او شيء اساسي قياسي، الستة الانش اللي هو تقريبا 15 سنتي، هذه الوحدة الأساسية يعني واحدة من الوحدات، والوحدة الثانية اللي هي 30 سنتي أو 12 انش. طبعا هذا إذا استخدمتي المقاسات اللي هم مستخدمينها. المقاسات اللي هم مستخدمينها مقاس متوسط السماكة زي لما زي الخيط تبع ريد هارت، وإبر مقاس يا 5 يا 5.5 على حسب أشوف أنا إن شاء الله. وبإذن الله بإذن الله أعمل لكم أبديت وأوريكم الوحدات اللي اشتغلتها سواء في الإنستغرام أو هنا في المذكرات أول بأول. كلمة أخيرة، أحب أشكر من كل قلبي لكل الناس اللي أتعاونوا معايا، مو تعاونوا معايا، اللي
شاركوا معايا، عبروا عن آرائهم وأفكارهم، سواء بتعليقاتهم، سواء بمشاركاتهم، سواء بلايكاتهم، سواء باشتراكهم في قناتي. أشكر لكم دعمكم وتشجيعكم الدائم والمستمر. بعد الله ثم أنتم، لولاكم يعني ما كنت حستمر في القناة هذه. وفعلا لو إني ما شفت أي تجاوب من المشاهدين ما كان استمرت في القناة. يدي في يدكم، وإن شاء الله إن شاء الله نخلق عالم حرفي ملون يخلي الواحد يرتاح فيه. بالنسبة للأسئلة والاستفسارات اللي سألتها أول، القرار الآتي إنه أنا حفرط الفستان الأصفر واستفيد في الخيط، في بطانية ولا في سلة ولا في ألعاب ولا أي شيء تاني في الحياة. بالنسبة للبطانية نفسها اللي هي كانت الملونة المخططة، حخليها إن شاء الله، إن شاء الله ألاقي الخيط. إما لقيت الخيط حخليها لحد ما ألاقي الخيط، إلا ما ألاقي الخيط بإذن الله. هذا كل شيء. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار، أي مشاركة، أي مداخلة، أنا تحت أمركم. سيبوا لي تعليق تحت الفيديو. إذا عجبكم الفيديو هذه المرة اعملوا لي لايك، وإذا عجبتكم قناتي اعملوا لي سبسكرايب. نهاركم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.